كنشكركم على هاد الالتفاتة اللي جيتوا تشاركونا في هاد التزيين ديال هاد الدروج، نسميهم الدروج ولا الأدرجة. فعلا شحال وحنا كنفكروا اننا نديروا هذه المبادره، كنا كنتسناو حتى ساعدنا رئيس مقاطعه طنجه المدينه مدنيد المساعده ديالو، كنشكرو من هذا المنبر. من بعد عن طريق واحد صديقه ديالنا، واحد رئيسة ديال جمعيه بيت المبديع، ان هي رشدتني واحد السيد من القصر الكبير محمد بدري عاشق الالوان، قلت لي ودي اتصل به فهمتيني اللي يمكن تعمل شي حاجه هنا. فعلا اتصلت به ورحب بالفكره، جا عندنا هيئنا له يعني الحاجيات اللي كيحتاج، ودوز معنا واحد اليومين هنايا وعملنا هاد الشكل ديال الزربيه اللي عطات واحد الجماليه من هاد المنطقه، وبعد لوحات في هاد الجداريات اللي عمل في الحيوط. على كل حال عطات واحد رونق جميل لهاد المنطقه، كنحسوا حنا بان هي فعلا محتاجه للعنايه ومحتاجه للتزيين ومحتاجه دوريات مستمره. علاش هاد يعني هاد اللوحه اللي عدلنا في الحقيقه هي لوحه فنيه دي. احنا كنشكروا هذا الفنان ولو انه هو ادينا عليه، ولكن ابداع ديالو هو، كنشكروا من هذا المنبر انه هو تحمل يعني التعب اللي جا من القصر ودوز معنا يومين هو هنايا باش رسمنا هذه اللوحه هنا. ولكن مع الاسف الشديد فهمتي احنا جينا في واحد المنطقه هي جميله جدا، وبوابه ديال مدينه طنجه وقرب الميناء الترفيهي ومعبر ديال المدينه العتيقه، وهذه معلم من المعالم التاريخيه اللي تبنت سنه 1883 من طرف شخص الماني كان كيشتغل هنا انذاك في الصحه، هو اللي بنى اول ميناء مدينه طنجه وعمل هاد البنايه هذه الالمانيه الجرمانيه اللي عملها وسماها على السميه ديالو رينشهاوسن. وحنا كسكان وتجار ديال هذه المنطقه، النهار اللي حسينا بان الدوله الاسبانيه غادي تبيع هذا الملك ديالها اللي هو كامل كان في ملك الدوله الاسبانيه، اضطرينا اننا نخلقوا جمعيه باش ندافع على المصالح ديال الساكنه وديال التجار، وعلى هذه المعلمه باش ما نحاولوا ان هي تبقى ذاكره ديال مدينه طنجه. هو بالنسبه لنا راه ارث وكخصنا نحافظوا عليه، وجميع المغاربه وماشي غير المغاربه، العالم باسره خصو يحافظ على الذاكره والتراث ديال اي مدينه. كندافعوا على هذه المعلمه وكنحاولوا ما امكن ان نصلحوا جهد ما استطعنا، نساهموا في التزيين ديال هذه المنطقه. ولا من ناحيه التبليط عاود كانت عندنا فرصه اننا في احدى الزيارات الملكيه تحتنا فرصه باش نصبغوا هاد البنايه، ما هي كانت غير في البيض دائما كانت مصبوغه بالبيض، ولكن احنا عطينا لها هذا الرونق وهذه الجماليه ديال هاد الاختلاف ديال الالوان اللي بانت، وهذا كان السبب باش يعني شدوا هذا الممر. كانت طريق وكانت محطه ديال الكيران هنا وشدوا هذا الطريق وما بقاتش، ولا كورنيش فهمتي اللي هو دابا عنده واحد الحله جميله حتى هي عاودت. وكنشكروا كذلك السيد الوالي على حسب عمل واحد المجهودات كبيره في مدينه طنجه، وفي نفس الوقت حتى الكورنيش يعني ساهموا في الاصلاح ديالو، وساهموا حتى في التبليط مره ثانيه عاود ديال هذه المعلمه اللي زادت عطات رونق وجماليه لهذا المكان. هاد الالوان اللي عملنا هي جميله بزاف، ولكن الصبغه كنشوف انا مؤقته ما غادي تدومش. علاش؟ ما كانش عندها واحد الدراسه والصباغه اللي تقدر تصبر وتدوز مده، واخا يطمع عليها بنادم واخا يدوز، هي في الحقيقه خاصها مع الاسف الشديد لو كانت تبقى دائمة
وما تفكر في الشيء بالزربه. يعني تيني راه هي بجري غادي يدير ديك اللون ديالها. وانا كنقول لكم مع الاسف الشديد المنطقه مجموعين فيها جميع الانواع ديال البشر اللي حرفت له كيجي لهاد المنطقه متسول ما عنده فين يبات. جبروا بيت هنا في هاد الدروج، جبروا بيت في هاد الازقه، كيوسخوا لنا هنايا. يعني كان يعني معاناه كنعانيو كنعانيو فهمتيني معاناه في هذه المنطقه مع الاسف الشديد. كنتواصلوا مع السلطات المعنيه كيجي القايد كيصيفط الاعوان ديال السلطه كيجيو هنايا كيجريو على هاد الناس يمشيو فحالهم. ماشي حل انا بالنسبه لي بالنسبه لي لو كان يكون شي حل افضل لو كان هاد الشباب ضائع اللي هو انا كيشم سولوسيون ولا كيتعطف فهمتيني ان هاد التمكير ولا ان هاد شي حاجه من هاد الانواع اللي كيبقاو هنايا مليوحين وناعسين في الدروبه وناعسين في نفس الزنايا. يقولوا كان يكون عندهم شي مأوى انه ماشي مأوى فين غادي يكونوا وما يخليهمش يخرجوا. هاد الناس بحال هادو كخصهم فهمتيني العلاج وخصهم التمدرس وخصهم التعليم وخصهم فهمتي يبقاو في شي مطاع اللي يكونوا اجباري. ماشي يعني الده ما عندك ما تعمل به رخيص الزنقه. راه ملي كترخي الزنقه كيبقى يدور لك هنايا بالحوايج ولا مقطع ولا زبطانيه على راسو ولا عامل لك واحد كيشوه المدينه وكيشوه فهمتيني بالنسبه من المغرب فهمتيني ككل. يعني مع الاسف الشديد حنا لان كيألمنا الوضع بحال هكذا. ولكن هذا ما كيبقاش كيخص واحد المجهود كبير فاعلين جمعويين مع الجماعه مع الحكومه مع الراسماليين المنعشين العقاريين يعني كاملين يكون واحد التناسق فيما بين هاد الجهات كامله ان هي تشارك ونفكروا بشي طريقه كيفاش نقضوا هاد الشباب الضائع اللي هو فهمتيني هنايا متسول فهمتيني ما بقاش يدور في الدروبه ما بقاش يدور في الازقه ما بقاش يوسخ ما بقاش ينعس عيد في الزنقه ما بقاش كيجيو عندنا السياح جالسين كياكلوا واخر كيجي في وسط يدي له الماكله ولا يطلب له ولا فهمتي. يعني بزاف ديال المعاناه كنعانيو في هذه المنطقه. هي سياحيه بامتياز ولكن مع الاسف الشديد كخاص فهمتيني الاستمراريه وكخاص النظافه في هذا المكان. الشيء اللي دار اللي دارته الجمعيه نتاع رشها وسن بفضل الرئيس ديالها السي المريني يعني كتزيد في واحد الجماليه ديال هذا الموقع. هذا غير هو اللي كان طلبوه ان الناس تحافظ على هذا الشيء هذا لان بحكم ان السياح كيدوزوا من هنا هذه بوابه ديال السياح وداك الشيء كنطلبوا من الناس باش على الاقل تكون عندهم ديك الثقافه ديال انهم يحافظوا على هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس. هذا الشيء اللي كنطلبوا من الاخوان. هذا الشيء كان واجب ولكن غير اللي كنقول هو ان خص العقيده ديال هاد الناس هنا تتغير باش على الاقل يعني كل شيء يساهم في هذا الفضاء هذا. لان بغينا ولا كرهنا هذا يعني السواح كيدوزوا من هنا وطنجة معروفة بالسياح ديالها معروفة سيتو هذه البوابة هذه اللي هنا تقريبا حنا قراب للهروب ما كاين حتى شي حاجة. وعلى العين كنطلبوا الناس باش ديك القضية ديال يساهموا في هذه البيئة بصفة عامة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.